السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواننا متتبعي قناة نوستالجيا تي في، مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم صحاب أحفير، مرحبا بنا عندكم. قلتونا ضياف اليوم، ندير واحد الجولة أحفير الجهة الحدودية مع الجزائر، جهة بوكانون. شوفوا الأجواء كما معروف، هذيك الجهة زينة، فيها قهوة زينين، فيها مناظر جميلة. اللي يبغى يجي قهوة مرحبا به. هانتوما تشوفوا الناس، يعني كاين الوافدين بزاف على هاد المنطقة. هناك حنين إلى إخواننا الجزائريين، كاين الأخوة، سوبيا اللي عمومو اللي خواله، وانك صلة الدم صلة قرابة. نعم الله، نعم الله، تحل الحداد ان شاء الله، يرتبوا قلوب المسؤولين، يفتحوا لنا الحداد. شوفوا خوتنا قرّاوات التجاري كما كان قبل إن شاء الله. أنتم كما تشوفوا تشوفوا السياج بيننا وبين الجزائر. الله يهدي ما خلق. تشوفوا الجيران بيناتنا الحدود، أدب لله. متنساوناش باشتراك اعجاب الفيديو. شكرا جزيلا على تتبعكم الدائم. الى موعد لاحق ان شاء الله.